المحاولة الثانية لعبور فاردي بالزيب لاين مع الأخ وعبد الله المشاركة. هاي أول مرة والله يعني. أول مرة؟ لا أنا قبل أسبوع أو أول مرة كانت ثاني مرة. الرياضة ممتعة جدا بصراحة. الفترة قليلة للأسف الشديد. أكو أماكن في أرمينيا الزيب لاين يكون أطول، لكن في هالمنطقة في مناطق أخرى في منطقة إيجيبان إن شاء الله نحاول في أحد الجولات أن نصورها لكم. ما جربت مهمة؟ ما تبغى تجرب؟ حالي بالحالي كذا ما يخوف ترى والله. بيغي وابو عبد الله يغادرنا. الان دور قرارات السياحة لعبور بارتي يوصل الزيب لاين. انت على الهواء مباشر مع قرارات السياحة. حياك عن جد. تعبر؟ تعبر على الهواء مباشر. لا اعبر. يا الله. توجه تحياتك لاقاربك الشيء. انا؟ اوجه من بومازي طبعا لو مع عبد الله والباقيين اصحابي. يا ميت اهلا وسهلا، يلا تعبر بالسلامة ان شاء الله. مبارك يا مشورو. اخر مرحله من توصل تقطع رجليك حتى تطلع الى الحاضر. الاخ ابو عبد الله راح يعبر، من بعد ابو عبد الله ابو ماسيس راح يعبر. نشكر متابعينا الاعزاء على الفيسبوك. يا رحله سعيده ابو عبد الله. انتظار دورنا لعبور بحيرة بارز. قبل كم يوم صورناه ونزلنا لكم اياه التقرير على اليوتيوب. اليوم حبينا ان ننقلها مباشر عملية العبور. رياضة ممتعة جدا. يسألني نقل مباشر اقول له انتم على الهواء مباشرة مع قرارات السياحة وعبور بحيرة بارز. وبدأ عبور البحيرة. يا وصلنا بسلام والحمد لله والشكر. ندعو كل أصدقائنا اللي يتابعونا أن يصلوا إلى أرمينيا، ونأمل أن نكون برفقتهم للوصول إلى هذه البحيرة الجميلة وممارسة هذه الرياضة الممتعة.
رياضة الجيب لاين من بارز لاين. انت مع أرارات السياحة.